سيد الرئيس نكتب لك لأول خطرة مملكة عن بالي يد الخطوة راي خاطرة خاطرك كنا قالوا لي اسكت انسي جامي تسرى لك مشكلة تعود تقول وش جرى ليراني مشني جاي نمدح بالمشاعر ومشني جاي نسب باش يقولوا زعما واعر اني مسلم واعي نمن باللي كات ليفر رون بلوس اني بربر يعني حنموت On homme libre, ma n'gul lakch billi الناس مش هم لباس ولا billi الناس ناقصين مكلة ولباس ما n'gul lakch خلاص زاد الفقر ولا البأس اني جيت n'gul lak فهاد البلاد كتر اليأس ديزيسبوار مش عفير تاع السوارد تفهم السوار كنا نحكي لك انا ليستوار بكري استراد واحد العباد كانوا يتصرفوا ربونا على الشر داروا لنا لافاش دو سيرفو قدها نعام هما غير يعلموا فينا باللي الدولة عدوة جامي ريحة تفيدنا حربونا حرب حقرونا وحطمونا بعلى قد ما نكبروا نزيدوا نكره الحكومة هما كانوا غير بالذهب وغير بالفضة وإحنا كانوا يعطونا غير الفتات وغير الفضلة حطونا في الظلام والظلم راح بعيد حبوا يكونوا أمراء وإحنا ياكل عبيد داروا قوانين قالوا الشر عاد مسرحة قالوا باللي الشعب حياته كاملة راح يتكلح علمونا فهمونا باللي الفوط ديما مدرح قالوا لنا باللي الحل سكن الناس الكل تتسلح مالا مبرحة هاد العباد هم مهابي حبوا يحطمونا حبوا يرجعوا الشعب إرهابي نعدوا هالكين وملهيه كانوا هانين مانا نفضحهم ونبعث لك البرية هادي سيد الرئيس مشني جاي هنا باش نمدح ولا باش نشرح كيف الكلب اللي تنبح جيت نبلغ رسالة نكتب نقول غير الحق وربي شاهد لك نكتب سيد الرئيس مشني جاي هنا باش نمدح ولا باش نشرح كيف الكلب اللي تنبح جيت نبلغ رسالة ونكتب قول غير الحق وربي شاهد لك نكتب سيد الرئيس مشني جاي نضرب الشيطة ومشني جاي باش نشعل نار جديدة مشني جايب نميمة تاع جريدة بالعكس جايب لك ميساج تاع شبيبة لا جوناس تخمم غير في الديبار خطاك لا بلوبار شافوا مستقبل كله ضباب وش بقات كي تقرا عمرك كامل وكي تفض تامن تلقى غير الحيط مقابل لك تهبل كي تشوف شكون يحاكم منصب وتشوف باللي الرشوه والمعرفه هي اللي توصل كيف حتفصل بين الكذب والحقيقه وكون تهدر يقول لك وروح اشكي البوتفليقه خطاك دي الفئه دايرين ديباراج به الصوت تاع الشعب ما يطلع حتى ايطاج مادا بيهم مظاهرات تكسر وحس ماذا بيهم تشعل نار والبلاد الكل تتهز يزيد يجيب لك حزب في نص هاد اللعبة ويخرج لابوليس بهالسخانة تزيد تعلى الدنيا تعمى والناس تعود غير تتضارب وتروح المطالب ويقولوا الشعب ظالم والخبيطة وضامن كيبنا هاد السد المصير تعنا في زد كي داروا فرقت سد ما لقبل ما نتسب ولا الروح نتسد نبلغ صوتي إن شاء الله من نسمة تكون سبب بسيد الرئيس مشني جاي هنا باش نمدح ولا باش نجرح كيف الكلب اللي تنبح جيت نبلغ رسالة ونكتب نقول غير الحق وربي شاهد لك نكذب سيد الرئيس مشني جاي هنا باش نمدح ولا باش نجرح كيف الكلب اللي تنبح جيت نبلغ رسالة ونكتب نقول غير الحق وربي شاهد لك نكذب سيد الرئيس فهاد البلاد كتر العراك كتروا لي بار كتروا الحوان تاع الشراب كتروا لي زاكسيدون من القرعة والكاسة كتروا العباد اللي يموتوا هنايا باللماسة كتروا لي يسكروا كتروا لي ريسكيوا كتروا تانا الناس اللي في الليل ياكريسيوا كتروا لي كريم جهار نهار مش بالدرقة كترت لابيير الحقرة ومعها السرقة كترت لالكول كترت لابيير ولي كانات كترو لي بار وكترو فيهم واحد البنات كترو الأموات والمرضى في السبيطار كترو الفساق في اللي زوتيل السانكي طوالة كترت لديبوش كتر الدراري اللي هلكتهم كترو الأطفال اللي بطلوا لهنا يقرضهم كترت الهملة الفقر غير يزيد كترو العباد اللي موتوا هنايا بالسويسيد سيد الرئيس هذاك المواطن سيد الرئيس ان شاء الله ما يروحش باطل سيد الرئيس سيد الرئيس 50 سنة من اللي دينا الاستقلال الاستعمار وراح بس الكفاحة وما زال ربي يرحم أمواتنا ويحفظ أبنائنا وإن شاء الله تنزل الرحمة على بلادنا سيد الرئيس
مشني جاي هنا باش نمدح ولا باش نجرح كيف الكلاب اللي تنبح. جيت نبلغ رساله ونكتب نقول غير الحق وربي شاهد لكن نكذب. سيد الرايس مشني جاي هنا باش نمدح ولا باش نجرح كيف الكلاب اللي تنبح. جيت نبلغ رساله ونكتب نقول غير الحق وربي شاهد لكن نكذب. سيد الرايس هذا يا كلام مواطن ان شاء الله توصل لك من نسمه وما يروحش كلامي باطل. علينا احنا اون ديريكت وهذه الدوزيام بارتي نتاع الناس نسمعوا ضيفنا لو رابور الجيريان لطفي دوبل كانو. كنا نسمعوا في سيدي الرايس صرخه هذيا صرخه باسكو صافي 4 من اللي كتبتها و 4 من غناها في الحفلات و ست ميساج دي باسيتو يعني اللي كمواطن كيما نقول يعني لرئيس الجمهوريه اكثر من الاسلام من راب هو اكزاكتومون سي دو سلام الجنرال جنرال اكزاكتومون sauf que il faut comprendre billi entre Zine l'Abidine et Bouteflika c'est pas le même statut intellectuel on va dire. Zine l'Abidine كان انسان مسحور ومخبوط على راسه ولازمت له ان ميساج كيما حماد دارو الجنرال اورك حنا vu qu'on a un président اللي كمام عنده شويه في الراس عنده انسان يعني واعي صافي دي زاني ويخدم في الايكونومي والاقتصاد لازمت له ان ميساج وديز ارغومون كيما هكا يعني en toute clarté, en toute simplicité. Ouais. C'est juste un cri qui m'a dit si Fawaz, يعني يخرج من un cri de cœur hein. Tu m'attaches pas sur le حب, mais ديما نقول ديما خارج من الحب هذا. لطفي كاميرا الناس نسمع باش نمشيو مع بعضنا ومعها الكاميرا هذيا على خاطر حضرت في احتفال مهرجان دقه الدولي للمسرح ماش كان تعرفوا شويه. باش وصورنا جوستومون مسرحيه ديزيكستري من نجمه وهلال المخرج سمير النصيري.